أطفال مكفوفون في تايلاند لم تمنعهم الإعاقة البصرية من الإبداع وتذوق الموسيقى والعزف على مختلف الآلات الموسيقية، متحدين نظرة المجتمع البوذي الذي ينظر للإعاقة على أنها عقاب إلهي. تاي بلايند أوركسترا لأطفال مكفوفين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و15 عاماً. البداية كانت عندما ذهب الأطفال في رحلة مدرسية لأحد المنتزهات المحلية واستمعوا هناك لعزف فنان موسيقي يدعى ألونغو كواشو كايو وأعجبوا بألحانه، فقرر تبنيهم وتعليمهم فنون الموسيقى والعزف ونجح في ذلك. مؤخرا ذاع صيت الفرقة وأصبحت تقدم عروضا موسيقية في أنحاء البلاد كافة في تحد للاعتقاد الشعبي السلبي تجاه أصحاب الإعاقات، فالمجتمع البوذي هنا ينبذ المعاقين ويعتقد أنهم يدفعون ثمن أفعال سيئة ارتكبتها أرواحهم في حياة سابقة، وأن ما يعانون منه عقاب إلهي مستحق.